السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والآن نحن في فيديو جديد ومكان جديد أيضا. هذا المكان قديم جدا لأنني عثرت على أحد الصخور. لاحظوا معي جيدا، هذه الصخور ما يسمى بالرجم. دائما الرجم يكون على مسافة 5 أمتار في الطول و3 أمتار أو 2 في العرض. دائما الرجم يجب عليك تثبيته بإشارة في أحد الصخور التي بجانبه في وسط الرجم. هنا يوجد زر، إنها إشارة أيضا. لاحظوا معي هذه الصخور، وهنا أيضا صخرة كبيرة كما تشاهدون، إنها صخرة مميزة وبها قص صخري رائع. لاحظوا معي هذه الصخرة، يوجد بها قص صخري حقيقي. وهنا هذه الصخور، لاحظوا معي إنها مشكلة، يعني من صنع الإنسان. هنا أيضا توجد هذه الصخور، وهنا جزر حقيقي ينظر إلى هذا المكان. وفي هذا المكان عثرت على هذه الصخرة. لاحظوا معي هذه الصخرة من صنع الإنسان، يعني الإنسان من وضع عليها هذا القص الصخري، وبه اتجاه أيضا في هذا الاتجاه. لاحظوا معي هذه الصخرة جيدا، وفي هذا الاتجاه توجد هذه الصخرة، إنها صخرة مميزة في هذا المكان. لاحظوا معي هذه صخرة مميزة في هذا المكان. لاحظوا معي جيدا، وبجانبها صخرة أخرى. لاحظوا معي جيدا، هنا يوجد سيال، هذا بما يسمى السيال. لاحظوا معي، وهذا الرأس إنه مثل رأس حيوان. لاحظوا معي، وهنا ظهره، هذا مثل حيوان. وعندما نصعد إلى هذه الصخرة نجد أن هناك سيالان. لاحظوا معي، هذا سيال حقيقي يشير إلى الأسفل، وهنا أيضا سيال حقيقي يشير أيضا إلى الأسفل. وهذه الصخرة لاحظوا معي إنه مثل حيوان يرفع رأسه إلى الأعلى. لذا نحن في المكان المناسب والطريق الصحيح. هنا تتمت الإشارات في هذا القص الصخري، هذا القص الصخري وهذا السيال. هنا تتمت الإشارات. لاحظوا معي هذا الرأس يشبه تقريبا هذا الرأس. لاحظوا معي إنه يشبهه تقريبا، يعني نحن سنبحث بجانب هذه الصخرة، في جانب هذه الصخرة وبجانب هذه أيضا بكاشف المعادن. لاحظوا معي جيدا، إنها صخرة مميزة، لذا سنحاول استعمال الكاشف في هذا المكان. لاحظوا معي هذه صخرة، انظروا إلى هذا القص الصخري. لذا سنستعمل الكاشف بإذن الله في هذا المكان. لاحظوا أمامنا هذا المكان الجيد. لاحظوا معي هذه الكهوف وهذه الصخور. واه، هذا مكان جيد جدا. لاحظوا معي جيدا، إنه مكان جيد وطبيعي ومناظر خلابة. أمام
هذه الصخرة، لاحظوا معي، هذه هي الصخرة الكبيرة في هذا المكان أو الضخمة في هذا المكان. يا بسم الله، يا بسم الله، هذه هي الصخرة، سنبحث بجانبها أيضا وفي الجهة الأخرى. هذا المكان مليء بالأشجار، بجذوع الأشجار أيضا. هذه هي، هذا هو المكان، لاحظوا معي، هذا مثل ران. وهنا بجانبها أيضا لاحظوا معي هذه الصخرة، إنها صخرة عجيبة. سأحاول أيضا البحث بجانب القص الصخري، هذا هو القص الصخري، لاحظوا معي إنه قص صخري وبه سيال، وهنا مثل رأس حيوان. لاحظوا معي، دائما عندما تجدون مثل هذه الصخور كمثل رأس أي حيوان أو إنسان فابحثوا أسفله بدقة، لأن دائما الهدف يكون أسفل الصخرة أو أسفل رأس الحيوان. هنا هذه الصخرة من هذه الجهة، وهنا هذه الصخرة، لاحظوا معي، سنتفقدها أيضا. يعني هذا المكان ضروري أن يوجد شيء هنا. سأتفقد هذه الصخور، لاحظوا معي إنه جور حقيقي، وهذا السيال أيضا، سنذهب مع هذا السيال. هنا أيضا جور حقيقي، ومن هنا اتجاه، لاحظوا معي، هذا اتجاه إلى هذا المكان، سنحاول تتبع هذا الاتجاه. وهنا رأس، إنه مثل حيوان، لاحظوا معي جيدا، إنه مثل رأس ضفدع أو سلحفاة. لاحظ هنا العين، سنبحث أيضا أسفله وبجانبه. واو، اللهم لك الحمد، لاحظوا معي جيدا، هذا مثل ران، لاحظوا معي. وهنا يوجد مربط الفرس، لاحظوا معي مربط الفرس. وهنا أيضا يوجد زرن وبه اتجاه إلى الأعلى، وهنا رن الكاشف، إذا سنحاول بالحفر بجانب هذا الزرن بإذن الله. يا بسم الله، هنا رن الكاشف، لاحظوا معي صوت الكاشف، إنه صوت مرتفع بجانب هذه الصخرة. الآن سنبدأ بالحفر في هذا المكان بإذن الله وبالتوفيق للجميع. سأرتدي القفازات وأبدأ العمل. يا بسم الله، يا بسم الله،
لقد عثرت على أحد ثقوب.
واحد معي. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. ساوت مهم الحفر. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. هذه هي حصيرة اليوم. اللهم لك اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. أظن أنه لم يتسبق أنها حصيلة جيدة. واحد معي، إنها نقود قديمة. واحد معي جيداً.